مين؟ الأحياء أبو الخل، شو زيدني؟ صافر. لا إله إلا الله. إيه اللي خبرك على ماما صافر؟ شفت أبو الفضل بالحرم وخبر. على كلنا خلص ميات، الله يرحمه. كلاتنا على طريقك عمي، كلاتنا على طريق. بس يا ريتني شفتها قبل ما تموت، يا ريتني روحت وشفتها. الله يرحمها، الله يرحمها. وكل الله، وكل الله لك عمي شباك. الله يرحمها. أمك توفت لك عمي، ما في على لسانها غير الله يرضى على ظافر أو يفك أسره لظافير. إي والله. علي الجيرة طلعت نازل في مريم، ما طلعت لآغا. وإخوانك كمان ما قصروا. لا بالخميسية ولا بالأربعينية ولا حتى بالسنوية، حتى أهل الحارة هون من صغيرة لكبيرة ما حدا قصر. الله وكيلك. لا تخيط عنك، لا تضل يرضى عليك. يلا حط مخيطك. يستر على حريم كل بالي نفس شب الورد. روح جيب الشاي. ما بصير لك عمي، الله يرضى عليك. ما بصير اي شيء واي شيء. ما بصير لك زعفير، مد ايدك. بكره مغسول والنهار طويل وبزريبه عنا كمان زايد الشغل والطرش كتران. بسيك الله ولا الله. ليش رح ترجعني على الزريبه بعد هالغيبه معلم؟ معلوم اساسا الزريبه كلها مو حلوه بلاك. يلا وكل الله. مرقت على الزريبه معلمي، ما لقيت في حدا، وعلى حد علمي عاشور كل شهر رمضان بضل نايم قايم بالزريبه. بعد ما انت انحبست بكم يوم لك ظافير، جاب بلاغ لعاشور وشحطوه على حد عسكر. يا ساتر يا رب. هذا اللي صار، ولهلا ما في عنه خبر. يا باطل، يا باطل عليك يا عاشور. مد ايدك على لك عمي، مد ايدك الله يرضى عليك، رح يعدل الامساك. معلمي ما بعرف، بس بدي اقول لك على سالفه غريبه وعجيبه. خير ان شاء الله. بمده قعدتي بالحبس سمعت من المحابيس عن واحد محبوس اوصافه بتشبه اوصافه بن عم كل المخرز. اي وعرفت هو بانه حبس؟ لا، بس اللي فهمته انه عايش وعم ينقلوه من حبس لحبس كتر ما عم يعمل مشاكل. يعني انت ما شفته بعينك؟ بعيني ما شفته، بس كل ما انتقل من حبس لحبس اسمع عن مشاكله وفحله. كلك عم يكون الله يرضى عليك. كول هلا كول. هي الشاي جاهز.